دكتور أحمد غنيم، سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة وسعداء بوجودنا في هذا المكان الجميل. يعني نورتونا يا فندم. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا عايزة أبتدي من اسم هذا المكان، اسمه المتحف القومي للحضارة المصرية أو اختصارا متحف الحضارة. يعني من أين جاء هذا الاسم أو تلك التسمية؟ يعني الحقيقة الفكرة كانت وليدة الدكتور فاروق حسني، وكانت الفكرة أن يبقى في متحف مختلف. تعودنا دائما في مصر أن المتحف بيكون مختص يا إما بالحقبة الفرعونية يا إما بيكون متحف نوعي، ولكن أن يبقى فيه متحف بيجمع ما بين كل الحقبات المختلفة اللي مرت بيها الحضارة المصرية، دي كانت الفكرة الأساسية لي. وبالتالي كان الفكرة أن هو يكون اسمه متحف الحضارة، وهي حضارة واحدة وليس حضارات متعددة، هي حضارة مصر على مختلف العصور المختلفة. وبالتالي كانت الفكرة من هنا، بدأت في الثمانينات من القرن الماضي. وكان موجود فيها اليونسكو 1982، وطرحت مسابقة عالمية لتصميم هذا المكان. وكان المكان المخصص الأول له في جزيرة، منطقة الجزيرة، دار الأوبرا. ثم حدثت تغيرات وبقى هناك دار الأوبرا، وكان الاختيار في الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية. وبدأت الفكرة تأخذ الشكل الطبيعي بتاعها، والمسابقة العالمية لإنشاء وتصميم هذا المكان فاز بيها استشاري مصري اسمه الدكتور الغزالي كسيبة، وهو بالتعاون بعد كده مع مجموعة من الاستشاريين على مستوى مختلف دول العالم، وخاصة جزء منها كان من اليابان، تم إنشاء هذا المتحف العظيم اللي احنا فيه.